أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعبلي الموازري عن حزمة من التشريعات المهمة التي ستناقشها اللجنة في أقرب وقت تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة، مؤكداً أن هذه التشريعات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وقال الموازري إن اللجنة المالية أنجزت في المرحلة الماضية 4 قوانين مهمة تم إدراجها على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، وسيتم التصويت عليها في اللجنة في أقرب وقت لكي ترفع إلى مجلس الأمة وتدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة. راح يكون عندنا اجتماع في اللجنة المالية إن شاء الله بأقرب فرصة لمناقشة والتصويت على عدة قوانين تتعلق في رفع المستوى المعيشي للمواطن، وأيضا قوانين أخرى تتعلق في الحفاظ على الثروة الوطنية لكذا جهة، وأيضا قضية ضبط الأسعار، لأن مو معقولة أن تتم إقرار أي زيادة لمواطن ويطلع خبر في وسائل الإعلام ويتم رفع الأسعار بشكل مفاجئ بدون وجود زيادة حقيقية. القوانين اللي إن شاء الله بإذن الله تجتمع اللجنة في الاجتماع القادم، وسيكون أيضا هناك عدة اجتماعات تتعلق بهذه المواضيع، اجتماعات مع الجهات المختصة وأيضا اجتماعات للأخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية.